هذه المساحات الشاسعة بقرية الرذبوت ببلدية سيدي معنصر دائرة زولت في ولاية باتنا كانت ولا تزال تضر كل سنتين آلاف القناطير من القمح والشعير ومختلف الحبوب هذه كان عنده 100 هكتار 200 هكتار هذه هي اللي تمون من منطقه تاع لي تقريبا بزريعه سيليكسيوني المباركيه سليماني أه, البرادعي هذاك قبي ولا كيفاه اسمه هذو هما لاز... هذه لا لازول... نجيبها من سيدي مع القريه هذه كامل الزريعه يديوها ل... لا برومي شوا يديوها منا ورغم ذلك ورغم ذلك حنايا الشكر نتاع ديك نجيبوها على حشاك على الحمار والماء الماء ما نهضروش الماء نقول لك هاي فايت منا هاي فايت لالين منا رايحه قلت لك رايحه للمسيله رايحه البريكه ما كان والو يعني ها هاو الشاطو دو على 100 متر ها انعدام مياه الشرب واغتراء شبكه الطرقات عوامل وقفت امام تطوير الفلاحين لنشاطهم. فيها 100 مشاكل. اه الطريق ما كانش، الماء ما كانش، اه, اه للغاز ما كانش، 100 فكره ما كانش، ما عندناش. والله غير نسلكو يا مسلك 140 لستيرنا، يا مس برك، يا مس. هاي والله غير بالستيرنا، هاي يا سيدي. والطريق. الطريق ما كانش، شك تشوف فيها الطريق ما كانش. مشاكل وعراقيل. كانت السبب في تخلي فلاحي منطقه الرثبت عن نشاطهم ودفعتهم للهجره الى المدن المجاوره